الليرة تحافظ على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات. ووزير الزراعة السوري يكشف حقيقة انتشار بيض مهرب في الأسواق. وتقارير ترصد ارتفاعات جنونية لأسعار الخضار والفاكهة في أغلب المحافظات السورية والتي لا تتناسب مع دخل الأفراد الضعيفة. والذهب يعود للارتفاع في الداخل السوري على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. لم يتغير سوق الصرف في سوريا في رابع أيام شهر رمضان الكريم، حيث سجل الدولار الأمريكي استقرار أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات اليوم الخميس 14 مارس 2024، ليسجل في السوق السوداء مستويات 14000 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء. وفي نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، سجل الأخضر مستويات 13400 ليرة، وسجل في نشرة المصارف التي تصدر على البنوك مستويات 13400 ليرة. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، وزير الزراعة يكشف حقيقة انتشار بيض مهرب في الأسواق. وفي التفاصيل قال محمد حسان قطنة وزير الزراعة السوري في تصريحات صحفية له إن كل البيض الموجود في السوق هو إنتاج محلي، وذلك بعد انتشار أنباء عن وجود بعض أنواع البيض المهربة في الأسواق. ونفى الوزير وجود أي بيض مهرب من لبنان في الأسواق، مؤكدا أن الموجود هو إنتاج محلي للمداجن الجديدة التي دخلت على خط الإنتاج. وأوضح أن البيض الذي دخل في الأسواق هو أول بيض للدجاج البياض، وبالتالي حجمه صغير ونسبة البروتين والكثافة فيه عالية، ومن الصعب تسويقه، مما أدى إلى خفض أسعار البيض بشكل عام. لذا أعتقد البعض من المربين أنه مهرب. وعلى صعيد أسعار السلع، رصدت تقارير ارتفاعات جنونية لأسعار الخضار والفاكهة في أغلب المحافظات السورية والتي لا تتناسب مع دخل الأفراد الضعيفة. واشتكى العديد من المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة حيث بلغ سعر كيلو الباذنجان الأسود 17000 ليرة سورية، مرتفعا بذلك 10000 ليرة. وبين الكثير من المواطنين أن الأسعار ارتفعت أكثر من 25% مع بداية أول أيام الشهر الكريم. تعليقا على ذلك قال محمد العقاد عضو لجنة التجار ومصدر الخضار والفاكهة في سوق الهال بدمشق إن الأسعار في الأسواق المحلية مخالفة تماما لأسعار سوق الهال، وكلها تعود لباعة المفرق، وأي مخالفة في الأسعار يجب تقديم شكاوى للتموين. وبين أن المواد موجودة في الأسواق بكميات كبيرة تغطي حاجة السوق المحلي لتحسن الأحوال الجوية وزيادة الكميات الواردة من المنطقة الساحلية، في حين أدى قرار استيراد السوم لتخفيض سعره إلى النصف، حيث بلغ سعر الكيلو منه 35000 ليرة سورية بدلا من 70000 ليرة. وأوضح أن سعر كيلو البندورة يتراوح ما بين 6000 إلى 7000 ليرة سورية، والكوسة تتراوح ما بين 8000 إلى 9000 ليرة سورية، والباذنجان وصل إلى 12000 ليرة سورية خلافا لما يباع في الأسواق. وفي النهاية نؤكد أن تعليقات المواطنين ورسائلهم تؤكد أن تصريحات المسؤولين عن انخفاض الأسعار لا تمت للواقع بصلة، حيث أن الأسعار مستمرة في الارتفاع، والذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط الذي يعاني في الأساس من صعوبات الحياة اليومية بسبب تدني دخله وارتفاع الأسعار. ورغم كل ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت بلادك، حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الخميس، سجل الدولار في دمشق 14000 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14000 ليرة للبيع
و13,850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14,050 ليرة للبيع و13,950 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14,400 ليرة للبيع و14,300 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14,100 ليرة للبيع و14,050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14,100 ليرة للبيع و14,000 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15,328 ليرة للبيع و15,158 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,400 ليرة للبيع و10,280 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17,922 ليرة للبيع و17,720 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9,275 ليرة للبيع و9,161 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 436 ليرة للبيع و430 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,739 ليرة للبيع و3,696 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45,603 ليرة للبيع و45,089 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,813 ليرة للبيع و3,769 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3,847 ليرة للبيع و3,803 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19,782 ليرة للبيع و19,562 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10,705 ليرة للبيع و10,590 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 289 ليرة للبيع و284 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الخميس، سجل جرام الذهب عيار 24 981 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 901 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 862 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 739 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2174 دولار فاصل 80 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,948 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 489 دولار فاصل 34 سنت، سجلت أونصة الفضة 354,602 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار فاصل 97 سنت، سجل جرام الفضة في سوريا 11,402 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، وما زال يسجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، ويسجل في السوق السوداء في لبنان 90,000 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تعديلاتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي أقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.